بجد الترحيب بحضراتكم. خلينا اقول لكم ان بعد مباراه السوبر بعض الارقام الخاصه بهذه المباراه وما حدث بعد هذه المباراه. يمكن زي ما قلت لحضراتكم ده يعني تحقيق الثلاثيه ده هو اول رقم بعد مباراه السوبر. وزي ما قلت لكم السنه اللي فاتت او الموسم الماضي كان الدوري والكاس واخيرا السوبر مصر، فبالتالي النادي الاهلي حقق الثلاثيه دي البطوله العاشره للنادي الاهلي في بطوله السوبر، فيعني دي حاجه مميزه جدا. اقرب الانديه هو نادي الزمالك 3 بطولات، ايضا الاهلي لا يخسر السوبر مرتين، يعني في السوبر مرتين. يمكن السنه اللي فاتت احنا خسرناها امام نادي الزمالك، ولكن السنه دي طبعا الحمد لله كسبناها. ايضا الكابتن حسام البدري بيكتب تاريخ جديد، ويمكن حسام حسن يمكن ما كسبش كابتن النادي الاهلي في ظل وجود كابتن حسام البدري كمدير فني للنادي الاهلي. ايضا النادي الاهلي بيحتفظ بارقام كتيره في هذه او بعد هذه البطوله. زي ما قلت لكم 85 بطوله محليه، الاهلي رفع رصيده من البطولات المحليه ل 85 بطوله بعد هذه البطوله، بطوله السوبر. ارقام كتيره من خلال هذه البطوله، وتفوقنا دائما والمستمر سواء بقى في الكاس والدوري وحاليا السوبر، البطوله العاشره. اقرب زي ما بقول لكم الانديه للنادي الاهلي هو نادي الزمالك 3 بطولات فقط. ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا سواء بقى سوبر، كاس مصر، دوري، وان شاء الله افريقيا تعود من جديد للنادي الاهلي. خليني واحنا سعداء كده ببطوله السوبر، اكيد كان في كواليس هناك كتير، حاجات كتير جدا قبل وبعد المباراه واثناء المباراه. هيكون معايا في ضيافتي استاذ محمد القوصي طبعا الناقد الرياضي الكبير، وايضا نائب رئيس تحرير الاهرام المسائي، واحد من الذين كانوا موجودين قبل المباراه كمان، يعني كان موجود قبل المباراه، كان مدعو من اخواتنا الاماراتيين طبعا والمسؤولين عن الرياضه في الامارات طبعا في حدث موجود ومهم جدا، هو جائزه سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للابداع الرياضي، واللي فاز بيها طبعا نجوم كبار ولكن في العاب اخرى زي استاذه او كابتن فريدة عثمان في السباحه وكابتن نور الشربيني في الاسكواش، وكان مدعو. تم تكريم الاستاذ محمد القوصي. محمد برحب بحضرتك، وجودك في قناه الاهلي، وسعداء بتكريمك وسعداء بتكريم ايضا وحصول نجومنا الكبار سواء بقى فريده او نور على جائزه الابداع. اهلا بيك كابتن محمد، وتحياتي ليك ولكل جمهور الاهلي في كل مكان وعشاق النادي الاهلي. والحقيقه يعني دي حاله مميزه جدا بالنسبه لي، ليه حاله مميزه جدا بالنسبه لي؟ لان انا لاول مره اعود للظهور على شاشه قناه الاهلي بعد فتره غياب طويله جدا. نورت. يعني ربنا يخليك. طبعا النادي الاهلي يعني كيان عزيز علينا جميعا. تقريبا ما يقرب من 3 سنوات لم اظهر على شاشه قناه الاهلي. انا كنت في قناه الاهلي يمكن تقريبا من 2008، من البدايات، من اغسطس، من ظهورها للنور حتى 2014، وبعد ذلك تركتها. الحمد لله الآن يعني يمكن الواحد يعود للظهور إليها، فده حاجة مميزة بالنسبة لي جدا. القناة يعني قريبة إلى قلب الواحد، سواء القناة أو النادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي. يا رب دايما كده في انتصارات. والحاجة جاية كمان في مناسبة مميزة جدا، وهي تتويج الأهلي بلقب مهم جدا، اللي هو اللقب الخلاصه بتاعت الحاجه. انت سوبر مصر، سوبر الكوره، سوبر كل حاجه. يعني ما شاء الله لما تحصل على 10 بطولات من 15 بطوله، يعني انت واخد تلتين بطولات السوبر في مصر. صحيح. انت 10 والباقيين 5. انت 10 وثلاث انديه التانيين واخدين 5. الزمالك 3 ألقاب، وحرس الحدود لقب، ونادي المقاولون العرب لقب. فده دليل على التفوق الكاسح للنادي الاهلي وعوده سيطرته على البطولات، وحاجه مهمه جدا. فان شاء الله يا رب نقدر نعمل حلقه. احنا هنستمتع بيك يا استاذ محمد، دايما متالق. يعني قبل ما اروح للسوبر والكلام عن الكواليس، قول لي بقى حضرتك كنت متواجد في جائزه سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للابداع، ويعني قول لي تفاصيلها كانت. تمام. دي جائزه سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للابداع الرياضي، جائزه بتتعمل، دي كانت الدوره التاسعه ليها من 2009 وهي بتتعمل 9 دورات. دايما بيبحثوا عن المتميزين. يعني ليها 3 فئات من المستويات، سواء على الابداع الفردي، يمكن فكرتها بتنمو ان البني ادم عنده قدرات عقليه عظيمه جدا يقدر يبدع من خلالها، وبتعتمد على اللي بيعمل حاجه غير مسبوقه على الاطلاق في الرياضه تحديدا. يعني بتعتمد على المستوى الفردي، سواء كنت فرد عملت انجاز فردي بالنسبه لك، او مستوى الفريق، او فريق عمل انجاز، او المستوى المؤسسي كمؤسسه قدرت تعمل حاجه عظيمه جدا. والحقيقه دي بتكون على مستوى دوله الامارات كمستوى محلي للابداع، ومستوى العالم العربي كله في كل الرياضيات، وبعض المؤسسات العالميه معينه يعني لكن ما بيدخلوش الابطال العالميين عشان يظل الابداع للعالم العربي فقط لا غير. الحقيقه مصر لها تواجد مميز جدا في هذه الجائزه، ولها ظهور قوي منذ انطلاقها قبل 9 سنوات. ابطال كتير جدا فازوا بيها، وشخصيات كبيره جدا فازوا بيها. فاز بيها النادي الاهلي في 2013 لما عمل انجاز عظيم جدا وقدر ياخد دوري ابطال افريقيا من غير ما يكون في بطوله في 2012، بطوله الدوري دوري ابطال افريقيا. يعني ما كانش فيه الدوري، كان نظام متوقف صحيح. بعد الحادثه اللي حصلت في بورسعيد الاهلي قدر يعمل انجاز غير مسبوق، فكون انك ما بتلعبش في بلدك وما بتلعبش كوره اصلا وتفوز بحاجه عظيمه زي دي، فكان نوع من الابداع. يعني دي الفكره. فاز بيها قبل كده كابتن حسن شحاته، فاز بيها منتخب مصر، فاز بيها راني علواني. الدوره اللي عدت الثامنه فاز بيها ابطالنا الاولمبيين، فازت بيها هدية ملاك البطله الاولمبيه اللي خدت ميداليه في التايكوندو، فازت بيها سارة سمير بطله رفع الاثقال كاول فتاتين عربيتين يحققوا ميداليات في هذا المجال. هذه المره ايضا انجاز كبير جدا لمصر، حققنا ميداليتين عظام، واحده حققتها فريدة عثمان السباحه المصريه العالميه المتميزه كاول ميداليه لمصر في السباحه على كل المستويات، لم يسبق لاي مصري ولد او بنت ان حقق ميداليه في السباحه. يعني جاءت فريده لتحقق هذا الانجاز. صحيح في عرب زي الملول حقق ميداليات قبل كده، لكن فريده هي اول فتاه على مستوى العالم العربي على الاطلاق تحرز ميداليه في السباحه العالميه، عشان كده رشحت لهذه الجائزه وتميزت وحصلت عليها. ايضا حصلت عليها نور الشربيني بطله العالم للاسكواش، ويمكن لسه فايزه ببطوله امبارح في السعوديه. لاعبه متميزه جدا ومتصدره التصنيف العالمي على مدار 21 شهر. حاجه مهوله، انت متخيل انك تحافظ على مستواك 21 شهر. في التنس والسكواش بتبقى صعبه جدا. صعبه جدا، يعني ممكن فريق كره يحافظ على مستواه في 3 4 بطولات، لكن انت تحافظ على مستواك 21 شهر في ظل المنافسه الشرسه على العالم وتظل على قمه التصنيف العالمي. فكانت حاجه مميزه جدا، ودي بيفوز بها ابطال كتير جدا على مستوى العالم العربي، لكن تظل لمصر الرياده المميزه. والحقيقه هناك ناس مميزين جدا في الامارات بيهتموا بمصر كتير جدا، ومصر يمكن كانت متقدمه ب 55 ملف من المبدعين الرياضيين في مصر، فاز منهم الملفين دول. في كمان شخصيات عظيمه جدا برضه فازت على مستوى العالم العربي من تونس والجزائر والمغرب ومن كل الاقطار. هناك في اهتمام كبير بمصر، واهتمام ايضا بالاعلام على مستوى العالم العربي. يمكن الحمد لله يعني لما كنا هناك مجموعه من الاعلاميين العرب كان في تقدير كبير جدا، واحنا دايما لينا اسهامات في الاعلام العربي بشكل كبير جدا، بنقدم افكار لحاجات معينه على مستوى الاعلام العربي. فالحقيقه الناس يعني قدموا عملوا تكريم الحمد لله مميز جدا، يعني يمكن لمصر قبل ما يكون ليها شخصيه. تفتكر ممكن الجائزه دي برضه مصر ممكن في يوم من الايام تشتغل على هذه الجزئيه، لان الابداع موجود برضه، ان انت كمان مصر برضه كرياضه واسم رياضي وموجود كدوله كبيره، ممكن برضو تبقى عندها جزء الابداع ده برضو زي الامارات. الامارات بتحاول تجيب او تجذب الرياضيين بالنسبه لها، يعني على الاقل يعني على الاقل فكره، يعني لا على الاقل فكره ان احنا ممكن حتى نعملها على مستوى عندنا في مصر. يعني الفكره مميزه جدا. ليه مميزه؟ لانك انت بتقول للمبدع انت ابدعت، وبتقول له شكرا، وبتجيب له جايزه وبكرم. على فكره الجايزه دي ليها قيمه، يعني غير قيمتها المعنويه، وبقت اكبر جايزه على مستوى العالم في الجوائز الماليه بتاعتها، يعني بتتخطى تقريبا 7 مليون درهم سنويا. جايزه ضخمه، مفيش جايزه في العالم بهذا الرقم وهذا المستوى، فجايزه جيده ومميزه. يعني اتمنى ان احنا في مصر حتى نعملها على مستوانا، حتى يعني نيجي يا كابتن احنا اتحاد الكوره ما بيعملش جايزه مثلا لاحسن لاعب، يعني ما بيطلع لناش الاحسن في مصر في النهايه. يعني كل اللي بيحصل حتى في الاستفتاءات لما بتنتهي كل سنه بتبدا اجتهادات شخصيه، سواء من بعض الزملاء في وسائل الاعلام المحترمين بيحاولوا يعملوا فكره، ان الفكره ميته ومحدش موجود فيها. يعني في كل الدنيا بنطلع مثلا نلاقي ان السيزون ده كان محمد فاروق احسن لاعب في مصر، بس دي ما بتجيش كده. المفروض اتحاد الكوره هو من يفعل ذلك، واتحاد الكوره المفروض عنده لجنه فنيه تتسوق بشكل كويس وتجيب منها فلوس بشكل كويس وشكل مميز. ده شفنا حفل الكاف كان عامل ايه، ملحمه حفل الاتحاد على ما وصلنا لمحمد صلاح. اكيد طبعا متابع وشفت ما وصلونا محمد صلاح الساعه 12 عايزين مسلمين محمد صلاح قاعدين كانوا بايعينها ومسوقينها وفي رعاه وفي حاجات مميزه جدا. يعني وبنشوف برضه حفل الفيفا بهذا الشكل. انت ما تعمل انت حاجه زي كده وخليها ليها رعايتها او عندك الراعي بتاعك واشتغل عليها بشكل كويس جدا من اول الموسم ما يبدا لغايه ما ينتهي. بتشتغل على افضل لاعب في مصر، احسن حارس في مصر، احسن حكم، تبقى مجموعات حاجات محدده، ما تبقاش هيصه بشكل كبير جدا. يعني فتقدر تعمل حاجه زي كده. بحيث حتى لما انا اطلع من مصر عندي احسن لاعب تبقى الدنيا عارفه ان كابتن فاروق ده هو احسن لاعب في مصر. صحيح. يبقى ليه قيمه وليه ثمن وليه وزن ويطلع ويبقى طالع طبقا لمقاييس معينه وطبقا لمعايير معينه وطبقا لارقام بنشوف في العالم كله ان اي لاعب دلوقتي مجرد مجموعه ارقام. يعني انت لو رحت الدوري الانجليزي دلوقتي بصيت على محمد صلاح هنزلك محمد صلاح رقميا. صحيح. مش محمد صلاح. احنا غالبا يعني في جانب كبير جدا من تقييماتنا بنعتمد على المشاهده وبنعتمد على حسنا ورؤيتنا. ماشي اللاعب ده كويس واللاعب ده مميز واللاعب ده جميل، لكن ارقامه بتقول ايه؟ قدراته في التسديد على المرمى ايه؟ محاولات جريه ايه؟ ده بيزود ثمنه. كل ده بيساوي ثمن. ما هو لما بيجي يشتري واحد بيبص على الارقام دي وبيشوفها ده بيجري قد ايه في الملعب. ما هو ده بيعبر عن لياقته البدنيه وصحته وقدراته الجسمانيه وفكره ده عمل كام اسيست، ده جاب كام جون، ده يعني صنع كام، كل الحاجات دي ليها معنى معين انت كاتحاد كره بتفتقدها. المفروض يبقى عندك لجنه خاصه بهذا الشكل تقدر تطلع لي مين الافضل عندي في مصر بشكل معين وتطلع المدير. انا بتكلم على مستوى اتحاد الكره، لكن على مستوى وزاره الرياضه المفروض تشتغل على الابداع في مصر كله بشكل عام، على مستوى كل الالعاب، على مستوى الالعاب الجماعيه المختلفه. عندنا مواهب في كل الاتجاهات، المفروض نشتغل على هذا الطريق. في الحته دي بتدي التنافس بقى للناس كلها راضيين ان هم يشتغلوا على نفسهم اكتر عشان يحصلوا على الجوائز دي. هو ده انا بعمل. هو التنافس هو اللي بيعمل الرياضه على فكره. بالظبط. ما هو التنافس هو انت بتنافس عليه، انت بتعمل ده علشان توصل في النهايه لمرحله معينه. طب كون ان بلدك تكرمك بهذا الشكل، اعتقد ان ده اللي المفروض يحصل عندنا في كل المجالات، ونبحث عن المواهب ونهتم بالمواهب، واللي بيعمل انجاز عندنا نقول له كل كلمه شكر في النهايه. صحيح. زي ما كان في دبي دلوقتي. على فكره عندهم فكره الابداع دي مش في الرياضه بس على فكره. سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عامل مجموعه مبادرات عالميه، يعني في اعداد كبيره من المجال في كل مجالات الحياه تلاقيه بيركز على الابداع وعلى المبدعين والحاجات دي، وهو ده اللي بيبني الفكر والقدره والانجاز. هو ده اللي بيحقق اللي هو بيبني. يوصل يا استاذ محمد وتبقى موجوده، يعني الموضوع فكره بسيطه وتبتدي تظبطها ما دام الحمد لله في امكانيات. خليني اسالك بقى يا استاذ محمد القوصي تم تكريمه، يعني قول لي الجزئيه دي الخاصه بيك جت ازاي؟ لا يعني احنا بنشتغل يعني كفريق اعلام عربي ليه اسهامات على مدار فتره طويله جدا في الابداع في العالم الاعلام العربي. بتقدم افكار معينه، بتقدم رؤى معينه، كل ده بيتم تقييمه بتقييمك عليه، وفي النهايه يعني بيكون تقدير كويس، تقدير شيك محترم. يعني طبعا التقدير المعنوي او القيمه المعنويه اللي حدث زي كده بتبقى حاجه مميزه جدا بالنسبه لك. فالحقيقه الناس مشكورين جدا ان هم يعني احتفوا بينا كاعلاميين عرب. يمكن حتى رئيس مجلس الامناء الجائزه هناك ومديره الجائزه وكل المسؤولين موجودين في جائزه محمد بن راشد المكتوم كانوا مهتمين بالاعلاميين بشكل خاص، لان الناس دي بتدرك قيمه الاعلام ومعنى الاعلام. يمكن الاعلام ليه تقدير كبير جدا في معظم الدول. يمكن في مصر احنا يعني بنواجه صعوبات كتيره جدا في المناسبات في البطولات. يعني مثلا تلاقي الفيفا في بطوله العالم لو الاعلام ما دخلش ممكن يوقف البطوله، ممكن يوقع عقوبات بشعه جدا على الدوله المنظمه. كذلك في الكاف، كذلك شفنا ده في دبي ازاي بيقدروا دور الاعلام ودور الاعلاميين ودور الاعلام اللي ممكن يساهم في نجاح بطوله او يساهم في نجاح حدث او يقدم افكار معينه تساعد على الانتشار بشكل كبير جدا. يعني اعتقد ان اي انتشار لاي حد بيبقى عن طريق الاعلام. بكل الاعلام باكج واحد، صحافه، اذاعه، تلفزيون، سوشيال ميديا، مواقع انترنت، كل ده بيعتبر نوع من وسائل الاعلام اللي بيندمج تحت كلمه الاعلام. فهم بيهتموا بالحاجات دي، لانك انت يعني لو شلت الاعلام عن اي حد اصبحت الدنيا غرفه مظلمه. هو الوضع اختلف بالظبط، يعني بتبقى جوه صاله قد كده الاعلام بيوصلك للدنيا كلها، للعالم كله. يعني في افكار كتيره جدا كانوا شغالين عليها واحنا اشتغلنا عليها، فالحمد لله لقت التقدير الكبير والتقدير المناسب. كويس، مبروك وتستاهل كل خير يا استاذ محمد والله. ربنا يخليك. وانت من هنا طلعت من هذا التكريم على مباراه السوبر، والحمد لله يعني كلنا انبسطنا بفوز النادي الاهلي. خليني بقى اقول لك كواليس السوبر بالنسبه للاستاذ محمد بقى، شافها ازاي وعشتها ازاي الفتره دي؟ تمام. انا كنت في دبي من يوم 7 يناير، يعني انا يوم الاحد هناك الظهر كنت موجود في دبي، يعني قبل البعثه ما تيجي يمكن ب4 5 ايام. ومن اول ما نزلت هناك في كلام عن النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي ده مش موجود هنا جوه مصر، النادي الاهلي موجود في كل مكان الحقيقه. يعني وهوريك يعني قد ايه حجم الاهلي والزمالك بره مصر. يعني انا طبعا شفت ماتش الاهلي والزمالك هناك السوبر. لا، ماتش الاهلي والزمالك 3-0 كان يوم الاثنين، يعني كان يوم 8. فمن قبل الماتش والاخوه الاماراتيين مهتمين كتير جدا بمباراه الاهلي والزمالك او اي مجموعه امكانيه. كان معايا صحفيين من مختلف الدول العربيه، كله بيقول لي النهارده يومكم، النهارده الاهلي والزمالك، النهارده في ديربي كبير جدا العالم العربي كله مهتم بيه. حتى كنا قاعدين نتابع الماتش، الاقي ناس غير مصريين منقسمين ما بين اهلاويه وما بين زملكاويه، وكل ده بيتمنى ان ده يكسب وده يكسب. الحقيقه يعني في اهتمام كبير جدا، تركيز شديد جدا، متابعه كبيره جدا، كله شايف ان النادي الاهلي ده حاجه عظيمه. الكلام اللي بتقوله ده قبل ما تروح على النادي الاهلي يا استاذ محمد، ده بيدي رساله على اهميه مباراه القمه. هو ده انا كنت جاي لك، اللي ازاي تخرج بشكل مميز. الله عليك، مين كسب مين خسر لكن تطلع بشكل مميز. شوف انا بقول لك، انا قاعد هناك كاني بشوف المباراه في مصر على مقاهي مصر. يعني المقاهي هناك مشغلين شاشات كبيره جدا وموجوده في البتاع، في الفنادق، في يعني الماتش موجود هناك في الامارات كانه موجود هنا في مصر بالظبط تقريبا، يعني بدرجه كبيره جدا. ده زي ما انت بتقول لازم ان يكون في اهتمام كبير جدا ان ماتش الاهلي والزمالك مش محصور جوه استاد القاهره او عندنا احنا كمصريين، لا ده صورتك طالعه بره، لازم تبقى بشكل متحضر وشكل محترم وشكل قوي جدا. لازم يبقى عندك جمهور ملتزم شديد جدا، لازم يكون عندك لاعبين ملتزمين، مدربين ملتزمين، تحكيم على اعلى مستوى، تنظيم هايل جدا، تصوير عالي جدا. كل ده بيقدم صوره كويسه لمصر وصوره محترمه. الاعلام دلوقتي يعني العالم اصبح قريه صغيره، يعني احنا قاعدين دلوقتي وهتلاقينا في امريكا وفي كل يعني من اقصى العالم لاقصى العالم هتلاقينا موجودين في كل منطقه بشكل كبير وشكل مميز. النادي الاهلي تحديدا لقيت له شخصيه ثقيله جدا في المنطقه العربيه، حاجه يعني بتحظى بتقدير واحترام كبير جدا، لا سيما بعد الكابتن محمود الخطيب ما تولى المهمه. الحقيقه الكابتن محمود الخطيب يعني له نجوميه، يعني زي ما ليه نجوميته هنا في مصر كاسطوره كرويه بنفس الحجم موجود هنا. كله عارف ان الخطيب مسك النادي الاهلي ومنتظرين الخطيب الاهلي وبيتكلموا على المشروع الكبير جدا اللي بيعمله النادي الاهلي واللي مشترك فيه يعني اشقاء من الامارات ومن السعوديه ومن مصر. يعني فكل حاجه عندك موجوده، انت على المكشوف قدام الناس كلها، فلا بد انك تقدم نفسك دايما بصوره شيك وصوره محترمه. الكلام بعد ما خلص ماتش الاهلي والزمالك دخل طبعا الاهلي، بدا المصري يجي الاول، جه قبل الاهلي تقريبا، راح الاهلي قبل الاهلي ب 24 ساعه يعني. المصري سافر قبل الاهلي، سافر قبل الاهلي، هو خلص يوم 5 تقريبا، سافر يوم 6 تقريبا يعني تاني يوم على طول. فكانوا موجودين طبعا. بدا الاعلام يهتم بدرجه كبيره جدا، التلفزيون يتكلم، لا سيما ان حكم المباراه كان اماراتي ومرشح من هناك، والصحافه تتكلم بشكل كويس جدا. وعندما جاء الاهلي يعني كان كله متابع بشكل كبير جدا وشكل دقيق وشكل مميز، وكله بيتحدث عن قدره الاهلي على حسم اللقب مقدما يعني في بشكل كبير جدا، على اعتبار ان ده بطل الكاس وبطل الدوري وبيواجه المصري اللي هو اللي وصيفه في الكاس يعني. فكله كان الترشيحات كلها كانت بتصب في في في, في لمصلحه النادي الاهلي. المصريين هناك الماتش كان مقام في العين، المصريين اللي هم موجودين في دبي وفي ابو ظبي وفي عجمان مهما بعدت المسافه كله كان بيسعى على الحصول على تذكره. ده في اهلاويه جايين من عمان وجايين من البحرين. يعني في ناس جم خارج الامارات، يعني ناس جت الحقيقه من يعني عمان قريبه والبحرين قريبه. ده ما فيش مشكله، ده قريبه جدا يعني. فكله مهتم وكله بيبحث عن تذاكر. ليه؟ لانه بيعتبروا اليوم ده بالنسبه لهم يوم عظيم او يوم جمع العائله المصريه كلها، بيعتبروا يوم تجمع للمصريين. حتى هناك اللي بيروح يشتري تذاكر ممكن يشتري لحد تاني جنبه او جاره او صاحبه. ناس بيدوروا على تذاكر في كل مكان او يشتروها عبر الانترنت. يعني كان في اهتمام غير عادي، اهتمام كبير جدا يعني، حاجه محترمه جدا. بص يا استاذ محمد، الاستاد هزاع بن زايد ان شاء الله مشروع الاهلي، مشروع القرن بالنسبه للنادي الاهلي بقى. ما ده حاجه ثانيه يعني بنتكلم عنها، حاجه ثانيه بقى ويبقى احلى كمان. كفايه الملعب ده بهذه الشياكه وهذا الجمال وهذه الروعه. ارضيته نفس الارضيه اللي موجوده في كل ملاعب اوروبا، اتمنى ان ارضيات الملاعب عندنا كلها في مصر تكون بهذا الشكل يعني. عمليه الدخول بتتم بشكل رائع يعني. اسال اي حد راح هناك الماتش لم يجد اي صعوبه في الدخول باي شكل من الاشكال. انا كصحفي داخل، انا معروف من قبل الماتش، معمول لي الاي دي بتاعي، حاطط الاي دي بتاعي وداخل الملعب، ما حدش بيسالني اي حاجه. هو مجرد ما بيشوف دي شايفك. لا اصل مجرد اصل دي لما بتتعمل انت خلاص يبقى كل اوراقك مستوفاه، يبقى معروف كارنيه نقابه الصحفيين، معروف باسبورك، معروف بطاقتك، متسجل كل بياناتك باسمك وصورتك. والله ما حد ساكت، بمجرد ما بيشوف على طول الاي دي صاروخ بتخش اخر نقطه في ملعب، ولا حد يقول لك رايح فين، والدنيا ماشيه بشكل منظم وشكل محترم. والمصريين راحوا هناك وقاعدين وبيشجعوا بشكل شيك وبشكل محترم كل الاهلاويه يعني. كنت بتتكلم على الاهلاويه اللي جم من كل حته يا استاذ محمد، ولكن حضرتك كنت موجود مع الفريق قبل قبل اللقاء، واكيد كان الكلام برضو ان المباراه ما كانتش سهله. لا 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 خالص طبعا، يمكن باين في الملعب. لا لا، ده بدأ من اول المؤتمر الصحفي. يعني المؤتمر الصحفي اللي عقد اللي هو يعني يوم الخميس اللي هو قبل المباراه مباشره، وكان في كابتن حسام البدري وكابتن حسام حسن. الحقيقه يعني الاثنين كانوا بيتحدثوا بلغه يعني قريبه من بعض، ان المباراه صعبه جدا ومباراه مش سهله. وطبعا انت يعني كابتن محمد فاروق انت بتكلمني لاعب كوره، يعني عشت الكوره 10 اجواء، ما فيش وانا شخصيا عندي هذه القناعه ما فيش حاجه اسمها مباراه سهله خالص في كره القدم خالص. المباراه سهله عندما تنتهي وتكسبها والنتيجه تبقى صحيح. نقدر نقول المباراه كانت سهله او صعبه بالنسبه لي، لكن انت ما تقدرش تخش مباراه مهما كان مستوى الفريق اللي قدامك انك تقول مباراه صعبه او سهله. يا بالك لما مباراه زي دي اشبه بديربي، مباراه فيها النادي المصري فريق مميز جدا، مباراه فيها كابتن حسام حسن مميز جدا بيواجه النادي الاهلي بكل اسمه وتاريخه وبطولاته وبكل قيمه وتصدره لمسابقه الدوري مثلا حتى الان، منافسه قويه مع النادي الاسماعيلي. فالمباراه كله كان متفق ان المباراه صعبه جدا، وان المباراه اصلا ودي مباراه كاس كمان، يعني ممكن اي حد يجيب جون وما تعرفش الدنيا ماشيه ازاي، وبتحصل كتير جدا يعني يمكن شفنا ماتش النهارده حتى في الكوره، ماتش ليفربول ومانشستر سيتي اللي هو متصدر الدوري الانجليزي بفارق 15 نقطه. الدوري الانجليزي ما فيهوش الكلام ده اسمع. ما بقول لك يعني شوف متصدر بفارق كام نقطه، 15 نقطه عن يونايتد اقرب منافسيه. والشوط الاول 1-1 وبعد كده يعني 3 اجوان ورا بعض 4-1 وبعد كده توصل لغايه 4-3 والاستمرار الماتش كنت ممكن تشوف مفاجات صارخه يعني. فكره القدم يعني تستقبل كره العقل، كله كان متفق عن المباراه صعبه، لكن الاهم ان الكل اتفق عن ان المباراه تخرج بشكل يليق بمصر وباسم مصر، ويكون فيها هدوء كبير جدا واتزان كبير جدا، لا سيما انها بين الاهلي والمصري بره مصر ولاول مره بالجمهور. يعني ده صحيح. الاول مره من 2011 او 2012 نشوف ماتش بهذا الشكل، ان الجمهور المصري موجود وجمهور الاهلي موجود في الملعب، والحقيقه كانت صوره محترمه جدا. لكن الصعوبات طبعا كانت كبيره جدا، وشفنا قد ايه المباراه كانت صعبه. يعني يمكن حاله الخوف على البطوله من الفريقين طلعت لنا الشكل ده، يعني كان المباراه ممكن تطلع افضل كتير من كده. هو عامه الاستعداد كان قوي جدا لكابتن حسام حسن. خلي بالك برضو مباراه الكاس، نهائي الكاس السنه اللي فاتت محمد، كانت بالنسبه للفريق المصري زي ما نقول ايه، لا انا يعني انا مش هيحصل فيا زي ما حصل الماتش بتاع النهائي، ولكن ده النادي الاهلي في الاول في الاخر. هو ماتش الكاس عمل النادي المصري مباراه عظيمه جدا قدام النادي الاهلي، وكان قاب قوسين ادنى من ان هو يكسب البطوله. الاهلي حسمها في دقائق يعني، لذلك حتى لما المباراه قربت في اخر 5 دقائق والنتيجه كانت 0-0، انت يمكن الكاميرا ما كانتش جايبه كابتن حسام حسن. يعني ما كان ناقص ان ينزل للاعيبه الملعب ويكلمهم ركزوا على الاهلي في اللحظات دي، يعني هو عارف النادي الاهلي بيعمل ايه في اخر دقيقتين او اخر 5 دقائق يعني. فالمباراه كانت صعبه للفرقتين، ويعني حسمها من يستحقها، وكان بامكان الاهلي لو في تركيز اكتر كانت ممكن تطلع نتيجه اكبر من ذلك بكثير يعني. لكن في النهايه المشهد طلع جميل وطلع مشرف وطلع منظم وبتاع. بتشوف بقى جزئيه وجود السوبر دلوقتي يا استاذ محمد في الامارات، وانت كنت بتتكلم على جايزه الابداع وقد ايه هم هناك الناس فعلا حابين يبقى في ابداع، في حب كمان ما بيننا وما بينهم. يعني وجودها يعني دي ثالث مره او وجود السوبر في الامارات، اعتقد ان كان شيء مميز. يعني هم كمان يعني الاخوه المسؤولين في دوله الامارات والمجلس ابو ظبي الرياضي سعداء بوجود المصريين في هناك في طبعا دي المره الثالثه اللي بتقام. يمكن اقيم السنه الماضيه كان في ابو ظبي نفسها، ابو ظبي صحيح، السنه اللي قبلها كان في استاد هزاع كان في العين، دي المره الثانيه اللي بتقام في العين. والحقيقه حاجه انا من وجهه نظري يعني فكره هايله وفكره رائعه وفكره مميزه جدا يعني. ليه بقى؟ لانها افادتنا بشكل كبير جدا، من حيث ان الماتش زي كده يتلعب بالجمهور. في مصر هنا كان مستحيل هيتلعب بالجمهور. الحاجه الثانيه بتبقى ان النادي الاهلي بيروح لعشاقه في الامارات والدول العربيه المجاوره، وهم بيحبوا ده وبيستمتعوا بده، ونفسهم الاهلي يلعب اكتر من مباراه. فبيبقى عيد مهم جدا بالنسبه للمصريين، تجربه ناجحه، تجربه مفيده جدا، تجربه للكره المصريه مهمه. واعتقد ان الشركه الراعيه اللي منظمه ليها يعني كما هي افادتنا هي برضه بتستفيد، لان هي مداخلها كبيره جدا، خصوصا لما بيكون الاهلي والزمالك موجودين. طبعا المصري فريق كبير له كل الاحترام والتقدير، لكن شعبيه الزمالك هناك ليه شعبيه كبيره جدا موجوده، وجوده يعني حتى وجود الزمالك بيزود عدد الجماهير اكتر يعني، لان اللي راحوا طبعا اغلبهم جمهور الاهلي موجودين، وعدد طبعا يعني من جمهور المصري. كان منظر مشرف ومنظر جميل. التصوير كمان كان رائع، الشكل رائع، الالتزام بقى هو اللي كان رائع كمان، انك بتلتزم، وده اللي احنا طالبينه ان شاء الله في عوده الجماهير يا استاذ محمد، انك تلتزم. ايه المشكله اما نبقى زي الناس؟ طب هو امتى تلتزم يا كابتن؟ متى تلتزم؟ قوانين بالظبط. يكون عندك قانون وهذا القانون يفعل. اي مكان ما فيهوش قانون بيبقى فيه فوضى، ما هو يا في قانون يا في فوضى. يعني انت بتعمل قوانين، وادي قانون الرياضه اتعمل واتحطت بنوده، فعل هذا القانون. احنا المصريين ملتزمين جدا هناك بشكل غير عادي، لانه عارفين اي حد هيخرج عن النص سينال عقابه فورا يعني. فانت اعمل قانون واظبط قانونك وطبق هذا القانون على ارض الواقع، ونفذ عقوبات على من يتجاوز بلا رحمه. تنفيذ القانون بلا من يخطأ ينال عقابه فورا يعني. اعتقد ده لو اتعمل وانضبط اعتقد ان هنشوف التزام في المدرجات وبره المدرجات وفي كل حته يعني. احنا بتنقصنا حته تنفيذ القانون بشكل كبير جدا يعني، في مناحي غير قليله في الحياه عندنا في مصر. اتمنى دي لو طبقت وفعلت على ارض الواقع، وان اي مخطئ ينال جزاؤه. اعتقد ان احنا هنبقى في منطقه ثانيه خالص، وده هيعمل نقله كبيره لمصر، لان بدون نظام وبدون تنظيم وبدون قانون يردع كل من تسول له نفسه او يخرج عن النص، اعتقد ان احنا مش هنقدر نتقدم خطوات ابدا للامام. استاذ محمد، عملت اي حوارات مع لاعبي النادي الاهلي قبل اللقاء ولا ما كان، او كنت بتقابلهم بتتكلم معاهم؟ الحقيقه ان هم كانوا يعني، انا يمكن رحت يعني قبل المباراه ب 24 ساعه، لكن من اول ما جم لغايه حتى الماتش كابتن حسام البدري كان عامل اغلاق كامل للفرقه. تمام. ممنوع اي كلام مع اللاعبين، حتى في الاوتيل اللي كانوا نازلين فيه كان اوتيل طبعا غير بعيد عن الصحفيين، كانوا نازلين في اوتيل والفرقه نازله في اوتيل. ان كان من حظي ان انا نزلت في الاوتيل اللي فيه الفرقه. انا ما شفتش لاعب من النادي الاهلي لا في مطعم ولا في الريسبشن ولا في خالص. ليه؟ ده حتى الاكل كان معمول لهم مكان خاص بيهم بياكلوا فيه بعيد عن المطعم اللي هو بتاع نزلاء الاوتيل. بشكل عام النزول والصعود والخروج كان برضو خاص بيهم، ما تحسش بيهم خالص. خالص يعني ما فيش يعني يمكن اللي قابلته كابتن سيد معوض في الطرقه مره يعني، او كابتن صلاح ممكن لو شفت حد ده كده يعني. لكن حتى صلاه الجمعه تم تخصيص مكان ليهم في الاوتيل بخطيب، وصل لهم الفرقه الاهلي مع المجموعه كلها. ليه ده الكلام ده؟ حتى لان هناك المصريين كانوا بيقاتلوا قتالا شديدا عشان يلتقطوا صور مع لعيبه الاهلي. الحقيقه حب غير عادي يعني، كان عدد كبير جدا. فطبعا يعني جه عدد مهول جدا حتى من خارج العين، من الامارات المجاوره للعين، كان ناس كتير جدا جايه لعيبه الاهلي وجايبين ولادهم نفسهم يتصوروا. لكن طبعا الظرف يعني لم يتح لهم التقاط هذه الصوره، وبعضهم مش حزين جدا بسبب هذا الامر. طب ما سكتوش من الموضوع ده؟ لا ما سكتوش، ده راحوا الماتش وخلصوا الماتش وجم على الفندق خلف لعيبه الاهلي. يعني انا كنت اتمنى ان خلاص بعد ما خدت البطوله اديهم فرصه يتصوروا، لكن اللي قابل لعيب اتصور معاه. لكن بشكل عام يعني حب جارف للنادي الاهلي ولكل حاجه جايه من مصر. حاجه يعني مشهد كان عظيم جدا يعني. لكن كان طبعا زي ما قلت لك اغلاق كامل، حتى موعد بدء المباراه ما كان صعب جدا ان اي لاعب، وكان كل لعيبه الاهلي ممنوعه من الكلام في هذا الامر، ما كانش في شك. كان كامل حصل في المؤتمر الصحفي يوم الخميس او التصريحات بعد الماتش اللي هي اللي هو حصل على وجهه نظر حضرتك كناقد رياضي للمباراه بقى وشكلها الفني بالنسبه للاستاذ محمد القوصي. يعني المباراه بشكل عام يعني يمكن ما كانتش على المستوى الفني اللي احنا كنا نرجوه او كنا ننتظره يعني، خصوصا الشوط الاول. يعني كان في خوف شديد جدا، كان في تحفظ كبير جدا، كان المصري قافل بدرجه كبيره جدا. الاهلي ما استغلش الفرص اللي اتاحت له حتى في الشوط الاول، والشوط الثاني الاهلي تحسن بدرجه كبيره جدا، ووضح فرق اللياقه البدنيه بين الفريقين. لكن برضو كل الفرص اهدرت بشكل غريب جدا من النادي الاهلي. يمكن المصري تقريبا ما شفناش اختبارات لمحمد الشناوي على الاطلاق على مدار الوقت. اللي حصل تقريبا شبه انهيار للمصري في الوقت الاضافي. كان بامكان النادي الاهلي ان يسجل هدف واثنين وثلاثه في المباراه، ولكن ده ما حصلش غير بالخطا اللي جه من الحارس. لكن بشكل عام الاهلي تظل شخصيته في القدره على الحصول على البطولات، في التفوق والتميز. كان واضح الفارق في الشخصيه بتاعت النادي الاهلي بعكس النادي المصري. الحقيقه يعني ما كانش على المستوى اللي هو كان عليه في ماتش الكاس. يعني ماتش الكاس كانوا اكثر قدره واكثر اصرارا واكثر تنظيما واكثر جهدا، ده ما كانش موجود. لكن في النهايه هم عملوا صوره مشرفه لمصر، صوره محترمه. انت بتفسر بجزئيه الفرق ما بين النهائي الكاس والمباراه دي يا استاذ محمد، هو تعلم الدرس من نهائي الكاس وقدرات لاعبي النادي الاهلي وقدرات النادي المصري؟ وكابتن حسام كان واقعي ولعب بشكل يعني واقعي لا حد كبير جدا طبعا. طبعا قفلوا يعني، لدرجه انك كنت بتلاقي غالبا يعني 8 لاعبين في نص الملعب بتاع المصري متصدرين قدام المرمى دفاعا عنها، لانهم عارفين قدرات الاهلي وقيمته. يعني لما هتفتح بشكل كبير الامور هتبقى صعبه جدا بالنسبه لك يعني. والحقيقه يمكن كابتن حسام حسن راجل حاول على قدر جهده، لكن في النهايه انت لعبتك لها طاقه ولها قدرات يعني. والخطا اللي عمله احمد مشعود هو عمل ماتش كويس جدا طول الوقت يعني. لكن ما هو ممكن واحد من الضغوط اللي متعرض لها طول الماتش يا كابتن يقع في اخطاء يعني. وارد جدا انه قاعد طول الماتش مضغوط وطول الماتش مركز وطول الماتش خايف وطول الماتش كده، وحارس المرمى بيتخذ قرارات بلا حدود طول الماتش. اعتقد في قرار ممكن يخطئ فيه من الضغط يعني، فده اللي حصل. وطبيعي جدا في كل الاحوال كان الاهلي هيخلص البطوله يعني. كابتن حسام حسن كان بيحاول يوصل بيها لركلات الجزاء يعني، ودي يبقى فيها نسبه الحظ والفرصه كبيره جدا يعني. لما هيوصل لها على الاقل يعني هيقرب من النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وتكاد تكون الفرص متساويه. لكن طبعا ده ما حصلش. اللي حصل ان النادي الاهلي سيطر تماما على المباراه بفضل اللياقه البدنيه العاليه. وانت حضرتك لو كان الاهلي استغل ده بشكل كبير جدا كان قدر يحقق نسبه كبيره من الاهداف. انا يمكن من اللعيبه بتاعه المصري اللي وقفت جامد جدا كان كوفي. كوفي كان هايل الصراحه يعني، واحد من افضل اللعيبه اللي كان في المباراه. في لاعب تاني محمد عبد اللطيف، حد تريندو تريندو من الحقيقه الاثنين دول ولاعب النصر الجديد اسلام، كابتن اسلام او اسلام دول يعني من الناس اللي كان لهم تاثير جدا في نتيجه المباراه يعني. لعبوا دور كبير جدا في التصدي لهجمات الاهلي يعني. الاهلي كان يعني ينقصه بعض التنظيم في الناحيه الهجوميه، لو كانت منظمه او لو كان ازارو موفق او عبد الله السعيد او اسلام، اعتقد النتيجه كانت هتبقى اكبر من كده بكتير قوي. في النهايه فاز من يستحق وذهب الكاس الى هو المصري. كان بيلعب على الوقت كمان يا استاذ محمد بالظبط يعني، كان لعب على الوقت. انت جايب الجول في الدقيقه 102 يعني، كان 100 يعني. فانت بتتكلم ان هو الفكر خلاص كان وصل للمرحله دي، انك تطلع مش تكسب النادي الاهلي غير ممكن بالضربات بالظبط. وكمان انت بتلعب النادي الاهلي هنا وسط جمهور فظيع جدا الحقيقه. جمهور النادي الاهلي دي مهمه جدا، رهيب. 120 دقيقه ما سكتوش، وبالرغم يعني وصلت يعني حتى بعد الجون تشجيع بشكل مستمر ورغبه في الاحتفاظ بالكاس. في الدقائق الاخيره فضلوا واقفين ورا الاهلي بشكل غير عادي. اعتقد كان لهم تاثير، لا سيما ان الاهلي مفتقد لهذا الجمهور، او كل الانديه المصريه مفتقده ليهم يعني بشكل كبير جدا. اعتقد الجمهور كان ليه تاثير كبير جدا على البتاع. ما بعد المباراه كواليس ما بعد المباراه هقول لك على كواليس ما بعد المباراه، بس في جزئيه برضو عايز اتكلم عنها، وهي نادي جمهوريه مصر العربيه. نادي جمهوريه مصر العربيه في الامارات، في نادي هناك اسمه النادي المصري. النادي المصري هناك. ايوه عارفه النادي طبعا. المصري اللي موجود في الامارات ده اللي هو ايه، انا قلت في نادي جديد اسمه جمهوريه لا لا لا، هذا النادي هو اللي بيجمع كل المصريين عليه. في فرع ليه في دبي كبير جدا، وفي فرع موجود في العين. الحقيقه الفرع اللي موجود في العين هو اللي التقينا بيه وتواصلنا معاه. ويمكن كان هناك الاستاذ حسام الشرقوي المدير التنفيذي للنادي، استاذ عماد الوكيل عضو مجلس الاداره، وغير رئيس النادي ونائب رئيس النادي وكل الناس. لكن تحديدا الاستاذ حسام الشرقوي كان معني بعمليه التذاكر، الحصول على تذاكر وتوزيعها على اعضاء النادي. هو قدر يحصل على مجموعه من التذاكر من نادي العين الاماراتي، لان نادي العين هو طبعا اللي هو صاحب الملعب يعني. فجاب مجموعه تذاكر تقريبا تحصل له على ما يقرب تقريبا من 1000 تذكره يعني هناك، وقدروا يوزعوها هناك على المصريين. الحقيقه لهم جهد كبير جدا في التعامل مع مثل هذه الاحداث، وقد ايه تشعر ان الناس دي بتحب مصر وبتقدر مصر وبتهتم بيها. ولما الاهلي بيروح هناك او بيبقى متواجد بيسيبوا كل حياتهم كلها وبيسيبوا كل شغلهم ويتفرغوا يعني لخدمه النادي الاهلي والبعثه والاداره. اي حاجه بيقدروا يوفروها الحقيقه ما بيأثروش فيها يعني. فالناس دول لهم شكر وتقدير بشكل كبير جدا، وخصوصا الاستاذ حسام الشرقاوي مدير النادي يعني. انا شفت دول وقربت منهم وعشت. رحت اللي في دبي تقريبا كل الانشطه الرياضيه موجوده بالنسبه لكل الجاليه المصريه هناك، موجوده هناك. لهم حضور كبير جدا يعني. رحنا لعبنا فيه كمان. ليه ملعب بتاع فرع العين هو يعني يمكن مبنى اجتماعي بشكل كبير جدا، لكن بيأجروا ملاعب بره، بيأجروا حمامات سباحه يعني. المصريين مش مقصرين هناك. هناك بقى لهم عايش في مصر. ايوه عايش في مصر، عايش هناك وعنده كل حاجه، والناس يعني حاجه ناس محترمه جدا الحقيقه يعني. جميل. هم عامه المصريين ما بيكونوا في مكان يعني تحس دم بالبهجه يا استاذ محمد. لا 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 ودايما يعني تلاقي روح مصر كده طلعت في كل حته، واخلاق ولاد البلد، وانه يقف معاك واي مشكله تقابلك يحلها لك. صحيح. ويبقى معاك مثلا بسيارته في كل مكان. ويعني الحقيقه ناس يستحقون كل الشكر والتقدير يعني في الامارات بشكل عام، او يعني المسؤولين عن النادي المصري في العين بشكل خاص. طيب يعني نتكلم على كواليس ما بعد المباراه وفرحه الفوز بقى، يعني شفتها ازاي سواء بقى من الجمهور او من لاعبي النادي الاهلي اللي شفتهم بعد المباراه؟ يعني يمكن الاحتفالات بعد المباراه بدات يمكن من اخر 5 دقائق بعد ما خلاص الاهلي سيطر تماما، والنادي المصري يمكن واضح ان اللياقه البدنيه تقريبا او المخزون البدني تقريبا عندهم انتهى بشكل كبير جدا، ما عادش في مخزون بدني يمكن شفناهم يعني يمكن بيتمنوا ان المباراه تنتهي باي شكل من الاشكال. الاهلي كان طبعا عالي جدا في اللحظه دي، كان الجمهور عالي جدا بقى، ويمكن تابعته ده عبر الشاشه يعني. بدأوا احتفالات كبيره جدا في الملعب، وقعدوا حتى بعد الحكم ما اطلق صفاره النهايه احتفلوا بعض الوقت بيهتفوا للاهلي وحافظين كل الاغاني اللي موجوده هنا، بالرغم من معظمهم مش مشجعين يعني، مش معظمهم ناس هناك دكاتره ومهندسين وموظفين في كل المجالات. لا المصريين موجودين هناك، الا ان في المباراه تشعر ان هم الالتراس اللي موجود هناك يعني، بنفس الهتافات والاناشيد بتاعه النادي الاهلي، الكلمات الجميله اللي بيقعدوا يرددوها وطول الوقت يعني. حتى الحقيقه يعني ما هديوش على الاطلاق. الفرحه دي استمرت معاهم، ان هم الحمد لله ان ربنا ساعد الاهلي ان يفرح الناس دي، لان الواحد فعلا كان عالي هم الناس دي ان هي تطلع حزينه بعد كل الوقت اللي قضوه في الاستاد وهم وجايين هم باسرهم واطفالهم من معظم الامارات يعني. فالحقيقه كان مشهد مثير للرعب، لكن هناك صعب جدا انك تلاقي احتفالات في الشوارع بعد الماتش، لان طبعا هناك في تنظيم كبير جدا وما بيسمحوش لاي حد ان هو يتجمع او يعطل سير المرور يعني. فالحقيقه بعد الماتش كل واحد طالع معاه رافع اعلامه واسرته وبتاع، وهو مبتهج وسعيد، وكملوا مشوارهم لغايه ما وصلوا لسياراتهم يعني. ما فيش ساعه والدنيا كلها كانت انتهت. في بعض عدد كبير منهم راح للفندق، احتفل هناك قدام الفندق وحاول يلتقط الصور مع اللعيبه. دي كانت كل المشاهد، لكن حاله البهجه والسعاده كانت موجوده في عند اغلب المصريين الموجودين. اللاعبين بقى، بالنسبه للاعبين يا محمد، اللاعبين طبعا اول ما راحوا على طول طبعا كان احتفال كبير جدا بالكاس وبالبطوله، و الاغاني الطبيعيه بتاعتكم اللي انتم عارفينها دي في الاوضه والاحتفاليه، وانك بتفوز بالثلاثيه نادرا ما بتحصل في النادي الاهلي، وفي لعيبه لاول مره وفي لعيب حسام عاشور اول مره كقائد للنادي الاهلي. حسام عاشور اول مره كقائد للنادي الاهلي، رغم ان هو حسام عاشور ده حصل 33 بطوله يعني، لم يحصل عليها لاعب في مصر في تاريخ مصر، ما حصلت او على مستوى العالم هتلاقي لعيبه يعني قليلين جدا اللي وصلوا لهذا الرقم. لكن حسام عاشور حاجه مميزه جدا بيه، وتاريخ كبير جدا بالنسبه له يعني. وبعد كده طبعا كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره راحوا لهم واجتمعوا بيهم وهنوهم واحتفلوا هناك وتناولوا معاهم العشاء، وكانت احتفاليه كبيره جدا بالنسبه لهم قضوا بها الحقيقه يعني وقت طيب يعني. طبعا البهجه البطوله يعني لا تساويها بهجه يعني، خصوصا اللحظات اللي بعد الكاس مباشره، والكل كان بيتلقط الصور معاه وعايش اللحظات دي. وبعد كده طبعا كان خلاص الاتفاق، لان الاهلي كان مسافر فجرا، فيعني بعض اللعيبه حصلت عدد قليل جدا من اللاعبين حصل على اذن ان يسمح له ب 24 ساعه يقضيها في دبي، يمكن منهم عبد الله السعيد، شريف الكرامي، وليد سليمان، ممكن حتى دول تقريبا ما راحوش التمرين النهارده واعتذروا عن المران بالاذن يعني. واعتقد بكره هيبقوا موجودين معنا الاهلي في التدريبات السدادة للمباراه المقبله، لكنها كانت لحظات مبهجه، لحظات سعيده، لحظات يعني غير مسبوقه يعني. عايز اكلمك على كابتن حسام البدري، يمكن هو بيقود الفريق بشكل مميز جدا في ظرف يومين 4 ايام او 5 ايام انت بتلعب يعتبر لقاءين قمه. طبعا يعني. صعوبه تجهيز الفريق لماتش زي بطوله السوبر وانت لسه لاعب مباراه بالشكل اللي احنا شفناه في مباراه القمه. اعتقد يعني عمليه يعني يمكن اللي قبل ماتش القمه الكل كان بيشفق على كابتن حسام البدري وبيشفق على النادي الاهلي، لانه داخل على الزمالك من ناحيه وداخل بعد كده على النادي المصري، فكان امر صعب جدا يعني. ده انت هتلاعب الزمالك وبعد كده بطوله يعني، فازاي هتتجاوزها زين الحاجزين الصعبين في العمليه دي. فكون ان المدير الفني للفريق يضع خطه، اعتقد الماتشين دول كان لهم خطه واحده يعني، لانك انت خطه تدريبيه واحده علشان تقدر تكمل، لانك هتلعب يوم الاثنين وهتلعب يوم الجمعه، واصلا انت مسافر خارج مصر يعني. فاعتقد ان هو ادار هذه المساله بكفاءه عاليه جدا، ودي اعتقد دارها برنامج تدريبي مركز ومكثف. حتى هناك لما راحت التدريبات كانت خفيفه جدا وكانت سهله جدا عشان ما يعملش نوع من الاجهاد البدني للعيبه. فطبعا يعني له كل التحيه طبعا والتقدير على هذا الجهد وهذا الانجاز. انت ما تكسب الزمالك فدي بطوله خاصه، غير انك انت تقدمت كثيرا جدا في المنافسه على الدوري، ثم تفوز على النادي المصري وتحصل على بطوله، فده حاجه مميزه ليك، وتكون هذه البطوله الثالثه لك في الموسم، انجاز لم يحققه الا مانويل جوزيه مع النادي الاهلي 2005 2006 و2006 و2007 يعني. فطبعا تمام. طيب خليني اقول لحضرتك بقى واقول للساده المشاهدين مباراه الزمالك والانتاج الحربي وانتهاء هذه المباراه بالتعادل السلبي 0-0. خلينا اروح لتقرير عن كابتن حسام البدري وارجع اخد راي كابتن استاذ محمد القوصي عن هذا التقرير وايضا عن نتيجه الزمالك والانتاج الحربي وايضا الاسماعيلي والاتحاد السكندري، الاثنين انتهوا بالتعادل السلبي 0-0. تلوه في سمائنا دوما نجوما براقة لا يخفت بريقها عنا لحظة واحدة، نترقب إضاءتها بقلوب والهانة ونسعد بلمعانها في سمائنا كل ساعة، فاستحقت وبكل فخر أن يرفع اسمها عاليا في سمائنا. هكذا حاولت تلك الكلمات البسيطة أن تصف أحد نجوم القلعة الحمراء الذين سطروا اسمهم بأحرف من الذهب والماس في سجلات التألق، سواء كلاعبا أو مدربا في تاريخ القلعة الحمراء. صاحب السعادة والبسمة التي ارتسمت مؤخرا على شفاه كل ما هو أهلاوي هو عملاق التدريب الأهلاوي حسام البدري، من مواليد 23 من مارس عام 60، وانضم لمدرسة الكرة بالنادي الأهلي في عام 78 بعدما أعجب به الكابتن فتحي نصير الذي تنبأ بموهبته سريعا، وما إن وصل إلى سن 17 من عمره وانضم إلى صفوف الفريق الكروي الأول، وكان ذلك في عام 78-79. خاض البدري مباراته الرسمية الأولى مع الفريق الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة المدير الفني المجري هيديكوتي أمام الأولمبي، وحقق الأهلي الفوز ب3 أهداف مقابل هدف. يعتبر لقاء الأهلي والزمالك موسم 81 من أفضل المباريات التي لعبها البدري طوال مشواره مع الفريق، وفاز الأهلي بهدف نظيف ليحرز لقب بطولة الدوري العام بعد منافسة شرسة مع الزمالك. خاض البدري في مشواره مع الكرة بالأهلي 124 مباراة محلية وأفريقية، ونجح في الفوز ببطولة الدوري العام ل4 مرات، وفاز ب3 بطولات كأس مصر بالإضافة إلى 3 بطولات أفريقية. على الصعيد الدولي لعب البدري 18 مباراة دولية مختلفة، ومثل منتخب الناشئين عام 77 والمنتخب الأول عام 80، وشارك في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية بموسكو عام 80 تحت قيادة عبد المنعم الحاج. أنهت الإصابة اللعينة على مشواره داخل المستطيل الأخضر، وذلك بعدما تعرض لقطع في الرباط الصليبي لركبة عام 84، وامتدت فترة علاجه لأكثر من 1.5 عام حتى قرر الاعتزال عام 87. بدأ البدري مشواره التدريبي بتولي منصب المدرب العام للنادي الأهلي في عهد المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، ثم تولى قيادة الفريق بعد رحيل جوزيه عن الفريق الأحمر، ثم تولى مهمة تدريب المريخ السوداني عام 2011 قبل أن يقود فريق أمبي بالدوري المصري، ثم رحل عنه لتدريب الأهلي مرة أخرى من عام 2012 إلى عام 2013 قبل أن يتركه ويتولى قيادة أهلي طرابلس الليبي عام 2013، وأخيرا تولى القيادة الفنية للمنتخب الأولمبي المصري ومنه مرة أخرى لقيادة القلعة الحمراء، محققا بطولة الدوري الممتاز عن الموسم السابق برقم تاريخي وقياسي دون هزيمة. واكتملت الثلاثية المحلية عن العام السابق في يوم الجمعة الماضي بالفوز ببطولة السوبر، ومن قبلها كأس مصر في أغسطس الماضي. كما نجح البدري أيضا في التتويج ببطولة الدوري السوداني مع المريخ في المرات النادرة التي ينجح فيها مدربا وطنيا في تحقيق بطولة خارج البلاد. ليبقى ويظل حسام البدري أسطورة كروية، وهو لاعبا ومدربا، وهو حقا رمزا وقدوة للأجيال القادمة يجب التعلم منها والنظر إليها بكل فخر. نجاحات كبيرة كابتن حسام البدري سواء كلاعب مع النادي الأهلي ومنتخب مصر وأيضا كمدرب موجود سواء بقى كان مع النادي الأهلي أو كان خارج مصر يعني في الأندية العربية. أعتقد أن كابتن حسام البدري بيعمل تاريخ لنفسه في هذه جزئية التدريب بشكل كبير في ظل طبعا وجوده مع النادي الأهلي وحصوله على البطولات أو الثلاثية. أعتقد أن هو دخل التاريخ من أفضل أبوابه. أستاذ محمد تعليقك على طبعا يعني هتكلم عن كابتن حسام البدري واحد من أفضل المدربين في الكرة المصرية حاليا، وده مش مجرد كلام أنت بتقول عشان هو مدير فني للنادي الأهلي أو أي حاجة أخرى، لكن كابتن حسام البدري الأرقام تؤكد تفوقه. الكلام اللي احنا بنتكلم عنه لما بتيجي تتكلم عن أي حد اتكلم عن أرقامه، فلما تلاقي كابتن حسام البدري يفوز بالدوري بشكل مريح جدا، تلاقيه يوصل لنهائي افريقيا بيتعادل هنا ويخسر هناك في اخر دقائق بهدف ويخسر البطوله، لما ياخد كاس مصر بشكل مميز جدا، لما يكسب السوبر، لما يكسب الزمالك 3-0، لما يكسب الاسماعيلي، لما يكسب المصري، لما يحقق كل النتائج الهائله دي. اعتقد ان ده مدرب كويس، مدرب ماشي بشكل جيد في اطار المطلوب منه هذه المرحله وفي اطار قدرات اللعيبه اللي موجوده. صحيح الاهلي فيه نقص في بعض المراكز اللي موجوده محتاجه تدعيم كبير جدا في المرحله المقبله، واعتقد ان الكابتن محمود الخطيب ولجنه الكره هيشتغلوا على ده بدرجه كبيره جدا، وهم بالفعل شغالين وفي صفقات مهمه جدا جايه للنادي الاهلي خلال المرحله المقبله ان شاء الله هتدعم مراكز كبيره جدا، لان لجنه الكره بتتابع بشكل كويس جدا وشكل مميز جدا وشايفه ما يحتاجه الاهلي ايه وقدرات كل لاعب ايه والنقص اللي موجود ايه. ويمكن ده يعني الفتره اللي عدت كان في غياب لجنه الكره كان مؤثر بدرجه كبيره جدا، لكن لما اتكلم على لجنه الكره بقى كابتن خطيب، كابتن زيزو، كابتن علي عبد الصادق، وهنضم ليهم المدير الفني ومدير الكره، اعتقد ان دي هتبقى حاجه مميزه جدا وهتصب في مصلحه النادي الاهلي لما يبقى عندك حد زي المهندس عادل القيعي بيتحرك مره اخرى في الصفقات. اعتقد ان ده هيفيد النادي الاهلي كثيرا، اعتقد ان احنا هنشوف دعم كبير جدا ليه هيساعده في المرحله المقبله خصوصا المرحله بعد فتره القيد الشتوي. اعتقد ده كله. لكن لما نتكلم عن حسام البدري بشكل عام تتفق او تختلف مع حسام البدري. احيانا الاهلي يكون اداؤه لحد ما مش مرضي، لكن في النهايه النتائج اللي بيحققها الان نتائج جيده وطيبه. الان هو ينافس بقوه على الدوري، صحيح الاسماعيلي متصدر بعد تعادله، لكن الاهلي ليه ماتش مع طلائع الجيش وليه ماتش مؤجل، اعتقد ده هيمنحه القمه ان شاء الله لو حقق فيهم الانتصارات. شاف ان هو ماشي بشكل طيب وبخطه كويسه مع تدعيم الفريق، اعتقد المباراه تبقى افضل كثيرا جدا بالنسبه له في المرحله المقبله. محمد يعني انا عايز اخد رايك في الاسماعيلي والاتحاد السكندري وتعادل سلبي 0-0 وايضا الزمالك دلوقتي والانتاج الحربي 0-0 والفايده اللي ممكن او النادي الاهلي الفتره الجايه يستفاد من النتيجتين دول بشكل ما. بس هسالك السؤال قبل ما نروح نعلق على الجزئين دول، كابتن محمود الخطيب والمجهودات اللي بيعملها الفتره اللي فاتت، يعني بيسافر من القاهره للرياض ومن الرياض للامارات لاسباب كتير جدا، منها طبعا جزئيه المشروع القرن وان انت بتحاول تاخد خطوات سريعه لبدايه المشروع بشكل يعني الكابتن محمود الخطيب حاسس بقدر وحجم المسؤوليه الكبيره اللي ملقاه على عاتقه منذ ان تولى المسؤوليه، بعد ما شاف حب الناس وتقديرهم ومنحه هذه الثقه الكامله. يعني الكابتن محمود الخطيب لما يختار قائمه وتنجح بالكامل فدي حاجه طبعا هو بيعتبر ده حمل تقيل جدا عليه وتقدير كبير جدا من اعضاء الجمعيه العموميه. غير كده هو شاف طموحات جماهير الاهلي المعلقه عليه بدرجه كبيره جدا، لذلك الراجل من اول يوم تقريبا يعني فترات نومه قليله جدا. يعني ليه؟ لان الكابتن الخطيب عايز يحط بصمات كبيره جدا وبصمات سريعه جدا تفيد النادي الاهلي بشكل عام. يعني الراجل ما بيسعاش لمجد شخصي بقدر ما عايز يعمل حاجه تعمل نقله كبيره للنادي الاهلي، ليس على المستوى الانديه في مصر او مستوى العرب بل على المستوى العالمي. طموحه انه يدخل بالنادي الاهلي في مصاف الانديه العالميه الكبيره جدا. بدا يتحرك بده بدرجه كبيره جدا وبدا ينفذ برنامجه اللي طرحه، برنامج عائله النادي الاهلي. بدا البرنامج ده يشوف ليه يعني نشوفه على ارض الواقع، واول حاجه بدا يشتغل عليها فكره الاستاد. طبعا الكل كان متخيل ان دي فكره مستحيله التطبيق لان الحقيقه فكره مكلفه جدا ماليا، نتكلم من 4 ل 5 مليار جنيه على الاقل. صحيح. يعني رقم مالي ميزانيه الدوله رقم مالي فوق جهد وزاره الرياضه في مصر مش النادي الاهلي يعني. فاعتقد العمليه كانت صعبه جدا، لكن الكابتن الخطيب بما له من علاقات وبما له من تقدير كبير جدا لدى المستشار الشيخ تركي آل شيخ، اعتقد بشخصيه اللي هو مسؤول عن الهيئه في الرياضه في المملكه العربيه السعوديه والاخوه اللي موجودين في الامارات، كل ده يعني تقديرا لهذا الرجل وتقديرا للنادي الاهلي. اعتقد دي بصمه كبيره جدا، واعتقد ان دي هتكون اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي خلال المرحله المقبله. يعني شايف ان هو كمان بيتحرك بشكل يعني لا نراه او لا يراه الكثيرون الان، وهو الخاص بان يكون لدى النادي الاهلي فريق قوي جدا، فريق يستطيع ان يحصل على دوري ابطال افريقيا، فريق يصل لكاس العالم للانديه، فريق يكون في مستوى الفرق العالميه الكبيره، يعني حاجه ضخمه. لذلك بيسعوا لبناء فريق جديد جدا للنادي الاهلي، هيكون في يعني في اتجاه لعمل منظومه كامله للنادي الاهلي جديده. انا شايف النادي الاهلي داخل على مرحله جديده مختلفه تماما في ظل وجود كابتن محمود الخطيب ومعاه الوزير العمري فاروق والسيد خالد الدرندلي في رئاسه الصندوق وباقي اعضاء المجلس. صحيح. كلهم له تقدير وله احترامه. اعتقد ان هم يعني شغالين شغل من النار، دايما متواجدين بشكل كبير جدا في افرع النادي، متواجدين مع الاعضاء، بيسعوا لتطبيق هذا البرنامج. انا متوقع ان احنا هنشوف اهلي مختلف خلال يعني بعد سنه على الاقل هيظهر الجهد ده بشكل كبير، وهنشوف حاجه مختلفه جدا. بشار يعني خير 4 بطولات حتى الان يا استاذ محمد لمجلس اداره النادي الاهلي في ظل وجوده طبعا اخرها طبعا بطوله السوبر، واول بطوله بقى للفريق الكره في ظل ايضا وجود محمود الخطيب طبعا. لا طبعا لسه ان شاء الله في انجازات كبيره جدا وهيتبعها بطولات اكبر، وفي اهتمام كبير جدا بالنشاط الرياضي وبالمدربين اللي شغالين فيه، واعتقد ده كله هيلمسه جمهور النادي الاهلي والناس كلها متفائله خير مع كابتن محمود الخطيب. انت بتتكلم عن حد يعني رمزه كبير، يعني ما تعرفش الحقيقه الواحد بيفخر لما بيكون حتى بره مصر. يمكن احنا حتى عندنا في مصر هنا يعني احيانا بتبقى عندنا اهرامات كده زي الاهرامات اللي جنبينا هنا، ومحدش شايفها ومحدش لامسها، لكن هي بره مبهره للناس. فلما حد بحجم كابتن محمود الخطيب بره الناس بتتكلم عنه بهذا التقدير، الناس اللي بره عندهم ثقه ان محمود الخطيب هيعمل انجاز كبير للنادي الاهلي، واعتقد ان هو وبما لديه من علاقات وخبرات وطموح وحب لهذا المكان وهذا الكيان، وبما معه من اعضاء مجلس الاداره بدايه من نائب الرئيس حتى اصغر عضو تحت السن، اعتقد ان هم قادرين يعملوا نقله كبيره جدا للنادي الاهلي على المستوى الاجتماعي والمستوى الرياضي في افرع النادي الاهلي كلها بشكل عام. ان شاء الله. يمكن دائما واحنا بنتكلم النادي الاهلي هو الكريمه بتاعته كره القدم، يعني طبعا العاب اخرى لها كل التقدير طبعا وكل الاحترام، ودائما بتجيب بطولات للنادي الاهلي، لكن كره القدم بيبقى ليها شكل مختلف يا استاذ محمد. وانا بكلمك على نتيجه الفرق المنافسه بالنسبه للنادي الاهلي، يعني بالسلب ليهم وده يعتبر بالايجاب للنادي الاهلي، بتشوف الاستفاده من النتيجتين دول ازاي؟ هو طبعا الاستفاده الاكبر من تعادل الاسماعيلي، يعني تعادل الاسماعيلي عطله كده اهدر منه نقطتين. اعتقد الاهلي لما كسب ماتش طلائع الجيش هيتصدر بطوله الدوري ولسه ليه ماتش اخر مؤجل، فاعتقد النتيجه ايجابيه طبعا يعني تصب في مصلحه النادي الاهلي بدرجه كبيره جدا. لكن في النهايه النادي الاهلي كفريق كبير يعني نتائج الاخرين بتضيف لي وبتفيدني، لكن في النهايه بعتمد على جهدي، واعتقد ان المشوار لسه طويل. احنا بننهي الدور الاول، النفس الطويل هو اللي هيكمل. يعني احنا شفنا حتى في سنوات كتيره جدا الاهلي كان متاخر بعدد كبير جدا من النقاط وقدر في الدور الثاني يعوض ويتصدر ويطلع. يعني الدور الثاني الاهلي بيبقى اعلى واقوى واكبر، لان بتكون الصوره اتضحت بشكل كبير جدا والعمليه بقت مختلفه تماما جدا. في المنافسه بتكون عمليه التفريط في اي نقاط بالنسبه للنادي الاهلي عمليه صعبه. ممكن الدور الاول زي ما حصل فيه 3 ماتشات حصل فيهم دروب كده، لكن الدنيا بدات تظبط وتتعدل وتكسب الزمالك. اعتقد الدنيا بدات تعلى وفي الصفقات اللي جايه هتعلي النادي اكتر، فالنتيجه لما تحصل زي كده اعتقد يعني بتسهل لك انت المهمه اكتر. النادي الزمالك طالع من تجربه يعني صعبه جدا، خساره كبيره جدا وتقيله قدام النادي الاهلي، وقبلها مجموعه من النتائج الكبيره جدا وخساره عدد يعني غير قليل من المباريات قد يصل ل 20 نقطه. اعتقد يعني عمليه صعبه جدا بالنسبه للنادي الاهلي وموسم استثنائي للنادي الاهلي الحقيقه. انا بشكل عام الواحد بيتمنى ان الفرق كلها يبقى عندها طموح وتبقى في منافسه، لان انا وجهه نظري يا محمد وانا كنت كلاعب كوره، نادي الزمالك هو قوي والانديه كلها قويه، والنادي الاهلي هو بياخد الدوري بيبقى ليه طعم طبعا، يبقى ليه طعم ثاني، وغير ده بيطلع لك بيرفع لك مستوى الكوره في مصر. يعني والحقيقه السنه دي يعني مستوى الدوري عندنا بدا يرتفع بشكل عام، يعني معظم المباريات تقدر تتفرج ومباريات الداخليه وبتروجيت وايضا السموحه وام لا مستويات. الحمد لله بدأنا نوصل لمستويات. انا المسابقه بتاعتنا دي لو فيها جمهور واعتقد كانت هتبقى الدنيا مختلفه تماما بالنسبه لكل الفرق يعني. لكن عندنا فرق كويسه وفرق مميزه، واعتقد في لعيبه في الدوري تستحق يكون ليها نظره من المنتخب الوطني ان شاء الله في المرحله اللي جايه بالنسبه لكاس العالم. لكن انا بالنسبه للزمالك شايف ان دي بدايه هاب جلال مع الفرقه. طبعا هو لا يتحمل مسؤوليه الماتش الماضي ولا حتى الماتش ده ولا الماتش ده، لان الراجل جه داخل ثاني يوم بيتولى مهمه تدريب فريق. يعني انا شايف هاب جلال من المدربين المميزين في الكره المصريه، وانا بقول ده طبقا للنتائج اللي عملها كابتن هاب جلال خلال الفترات اللي مسك فيها زي فرقه المقاصه. لما مسك الفريق متدني المستوى، منهار بدنيا وفنيا، يكاد يصارع من اجل البقاء، وصنع منه فريقا كبيرا يستطيع ان يواجه الاهلي ويواجه الزمالك وينتصر عليهم، وقدر ياخد وصيف الدوري، وقدر يصل بالفريق للمشاركه في دوري الابطال. يعني دلوقتي دي الثمره اللي هيجنيها من كابتن. شفنا لما راح انبي في وقت قصير جدا قدر يحدث تغيير في الفارق. اعتقد بعد يعني مع مرور الوقت اعتقد ان الزمالك شكله هيختلف مع الكابتن ايهاب جلال، لانه برضه من المدربين المصريين اللي لهم بصمه، وكل ما المدرب كان ليه بصمه وليه شخصيه اعتقد ده بيبان. ونتمنى ان احنا يكون عندنا. هو طلع الصراحه بكل جرأه قال لك انا اتحمل الهزيمه امام النادي الاهلي، دي حاجه تحترم يعني. طبعا حاجه ما حدش يقدر يقول حاجه في هذا الكلام يعني، لكن هو من الواحد بيتمنى ان دايما يكون عندنا اكتر من مدرب بهذا المستوى يعني ده صحيح. لان ده هيرفع مستوى الكره في مصر، لا سيما لما يكون عندك مدربين بيتابعوا اللي يحصل بره، زي كابتن حسام البدري، كابتن ايهاب، كابتن طارق العشي، كابتن هاني رمزي، كابتن ميدو. كل دول بيعلوا من قيمه الكره المصريه وبيعلوا من اسهمها وبيرفعوا وبيدوا خبراتهم للعيبه. شايف ان المرحله القادمه الدور الثاني هيبقى صعب على الجميع يعني ان شاء الله. ولكن تتوقع حسم النادي الاهلي؟ ما دي عاده متعودين عليها. طب خلاص بعدد نقاطها كبير؟ لا يا بص يعني الكره ما لهاش كبير، لكن هو اللي احنا معتادينه على الاهلي يعني. جمهور الاهلي شاف السنه اللي فاتت ان انت خلصت على بطوله الدوري من 4 أسابيع او تقريبا. هو انت لولا السنه دي عايزين بقى رقم ثاني، ما بقول لك لولا الدروب اللي حصل الاهلي في ال3 ماتشات اللي كانوا ورا بعضيهم دول، الاهلي فقد فيهم 6 نقاط والهزيمه ويابيت. كانت الدنيا خلصت بدري خالص يعني، كان زمان الدوري شبه منتهي يعني. لكن هذا الفقدان اللي حصل للنادي الاهلي 9 نقاط من 12 نقطه اثر عليه بدرجه كبيره جدا، واعطى الامل والطموح يعني. طبعا الاسماعيلي حتى رغم تعادله النهارده سيظل الاسماعيلي عنده طموح، لكن انا شايف ان المرحله الجايه تبقى صعبه على الجميع في المنافسه يعني. لكن في النهايه الاهلي بيقدر بما لديه من قدرات، بما لديه من خبرات، بما لديه من جمهور، بما لديه من مخزون كبير جدا على كل المستويات يعني. يظل قميص النادي الاهلي دايما ليه تقله في المنافسات وفي البطولات الكبيره يعني. صحيح. واحنا بنتكلم على بطوله الدوري، يمكن محمد الجمهور الاهلي ما بقاش بقى يبص خلاص على بطوله الدوري فقط، ويبص على بطوله افريقيا. اعتقد ان مجلس اداره النادي الاهلي حاليا كلامه في الصفقات حتى وهدفه هو بص. الهدف وباصص لجزئيه بطوله افريقيا. ده صحيح. والعوده مره اخرى. بالظبط ده صحيح. ما هو انت بس هو الدوري خلي بالك طريق لافريقيا، انت مش هتعرف توصل لده من غير ده يعني. انت لازم تهتم بده بدرجه كبيره جدا عشان تقدر توصل لده يعني. الزمالك عندما فرط في فرقته في الدوري خرج ثالثا والان في الكونفدراليه يعني، ما قدرش يوصل لدوري الابطال. ما هو انت عشان توصل لدوري الابطال لازم تكون بطل يعني، او على الاقل الوصيف البطل. فاعتقد ان الاهلي بيفكر في ده بدرجه كبيره جدا، بيفكر يعني. هو الحمد لله ماشي بشكل كويس جدا يعني في المنافسه على البطوله، لكن هو بيفكر بعد البطوله بعد المنافسه ايه يعني. عشان كده بيفكر في صفقات من اللاعب الثقيل اللي هتظهر في الاهلي خلال المرحله المقبله. الاماكن والمراكز يا محمد اللي تشوفها فعلا في حاجه، طبعا هي واضحه، ولكن في اماكن بتبقى كده معينه كناقد رياضي انت بتشوف فعلا النادي الاهلي محتاجها. انا مركزين شايفهم، قلب الدفاع وقلب الهجوم تحديدا يعني. واعتقد طبعا عندك مركز حراسه المرمى ما زال فيه مشكله يعني. عندنا 3 في الاهلي مميزين حاليا، الشناوي، شريف الكرامي، احمد عبد المنعم، لكن المساله في حاجه الى دعم وتميز بشكل كبير جدا. اللي عندك قلب الدفاع ده فيه مشكله كبيره جدا جدا. الاصابات الكتير يعني. دي برضه بتخليك تقلق، انت داخل بطوله جامده ممكن يحصل يعني مع ضغطه يعني البطولات والمباريات يعني. محتاج اكتر من لاعب في المنطقه دي، لان الاهلي بيواجه فيها مشكله بقاله فتره يعني. ومحتاج لابد من صفقات، واكيد والمؤكد ان لجنه الكره شغاله على هذا الموضوع وتوصلوا لصفقات معينه. والمهاجم النادي الاهلي بيفتقد مهاجمين يعني. يمكن في اتجاه كبير جدا لعوده عمرو جمال مبدئيا من رحلته، لان الفريق محتاجه يعني. هو يعني راح تجربه يعني ما اقدرش اقول ان هو فيها حقق نجاحات كبيره او فشل فيها يعني. في النهايه انت بتلعب في جنوب افريقيا، فحتى مش متشاف، احنا يعني ما حدش مركز معاه حتى ومش متابعه. لكن هو في النهايه عمرو جمال يعني قيمه هجوميه مهمه جدا في النادي الاهلي يعني. ممكن اللاعب خلاه اعتقد خليه يتحرك يعني. يعني عمرو جمال كانت بدايته صاروخيه يعني كبيره جدا يعني. الواحد كان متوقع ان هو يبقى حاجه اعلى من كده بكتير جدا، لكن طبعا الاصابه اللي حصلت له عطلته كتير وخدت منه كتير وتوقف فيها كتير. اعتقد ان هو يعني بقى عنده نوع من الخبرات اللي يقدر يتخطى هذه المرحله الصعبه اللي هو بيمر بيها، نتمنى ليه ذلك. لكن في صفقات هجوميه من العيار الثقيل القادمه للنادي الاهلي خلال المرحله. رايك في وليد ازارو ما دام انت بتتكلم على الجزء الهجومي وتالقه مع النادي الاهلي الفتره دي؟ انا لو اتكلمت على وليد ازارو رقميا، هو دلوقتي عنده 9 اهداف في النادي الاهلي في الدوري. كل البطولات اللي لعبها مع الاهلي شارك فيها، يعني حتى البطوله احرز بطوله مش شارك فيها، احرز فيها، يعني احرز البطوله العربيه احرز فيها هدف، السوبر احرز فيها هدف، الكاس احرز فيها اهداف، الدوري 9 اهداف، دوري ابطال افريقيا 4 اهداف. فلما بتكلم على ان واحد بيلعب مهاجم الاهلي لازم يكون هداف، لازم يكون مميز. انت لما لاعب كل الفرقه بتخدم عليه وكل الفرق بتسعى عليك انك تسجل هدف، يعني اعتقد ان هو بيتحرك بشكل كويس جدا، بيبذل مجهود بشكل كويس جدا، لكن في بعض الاوقات بيهدر فرص الحقيقه يعني سهله جدا، محتاجه اعاده ضبط بالنسبه له كبيره جدا، لكن يظل هو المهاجم الاول بالنسبه للنادي الاهلي حاليا. والراجل يعني بيحاول، يعني الماتش الزمالك كان ليه دور واضح فيه وقدر يسجل هدف، الماتش الاخير قدر يعني من ضغطه على الحارس قدر يربكه وياخد منه الكوره، ودي حاجه مميزه جدا بالنسبه له. صح هو اهدر اسهل منها بعد كده، وكان في ليه شك في ضربه جزاء اللي كان انفرد، وكان ممكن يخلص من بدري، او ليه ضربه جزاء في النهايه، لكن في النهايه ليه تواجد وليه ارقام ما تقدرش تلومه عليها او ما تقدرش تقلل من قدراته عليها. يعني الكابتن حسام بدري مؤمن بيه بشكل كبير جدا، صحيح ده حقيقي، والراجل بيأدي بصوره كويسه جدا، وهو حتى يمكن في التكتيك اللي بيشتغل عليه كابتن حسام بيعتمد على وليد في جزئيه السرعه، ويمكن هو ده عامل الشغل عليه. لا ده سرعه، وان هو بيهدل لك الدفاع الضغطه دي اصلا اللي ضغط عليها بالظبط. ما هو الضغطه دي احنا في دقيقه 102 بص الضغط عامله ازاي بالظبط، يعني واحد بيجري كل ده لغايه بعد 102 دقيقه. فاعتقد يعني من اللعيبه الجيدين اللي هم اللي موجودين في النادي الاهلي، لكن الواحد يتمنى ان مستواه يتطور اكتر، يعني اعتقد ان مع الوقت وخبراته وبتاع ممكن مستواه يتطور. الواحد اللي شافه ان بقى في نوع من الاندماج بينه وبين الجمهور، يعني حتى بعد الماتش الناس قعدوا يندهوا له بشكل كبير جدا ويشجعوه ويرفعوا معنوياته، تشعر وهو بدا يعني يبقى في نوع من الكيمياء المتفقه بينهم وبينهم. فهو يعني لاعب مميز، يعني نتمنى. خلي بالك جمهور الاهلي مش اي حد يتاقلم معاه. لا 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 ده تاقلم معاه بدرجه كبيره جدا الحقيقه. وهو يعني كان مخضوض على فكره في الاول في الجزئيه دي، لان هو ما كانش متخيل. طبعا احنا الفتره الطويله دي يا استاذ محمد عدم وجود جمهور خلت برضو ايه الناس مش شايفه جماهير، مش عارفه طبعا غياب الجمهور عنك، يعني حتى خليك وانت بتلعب وسط الجمهور بتتخض وخايف يعني. لكن الحمد لله ان الدنيا بترجع تدريجيا بالنسبه للجمهور، ونتمنى يعني في وعود حصلت من معالي وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز ان الجمهور هيرجع في الدور الثاني، نتمنى ان ده يعني يتم تنفيذ هذا الوعد. يمكن سمعنا هذا الوعد كثيرا من قبل. ما خلي بالك يا محمد، تخيل ان في الدوري الممتاز انت عندك 6 انديه شعبيه فقط، يعني الامور يعني ممكن تتظبط ما فيهاش مشكله. يعني انا متخيل مصر مثلا ايه، يعني بتروجيت وام ما فيش مشكله فيه، هتلعبهم بنفس ال 500 اللي هم موجودين مثلا، يعني ما فيهاش اي مشكله. يعني انت عندك الاهلي والزمالك والاتحاد والمصري والاسماعيلي يعني تقريبا، وممكن الرجاء شويه وطنطا طبعا يعني فدول تقدر تسيطر على الموضوع، يعني تحط لها اي شكل من الاشكال انك تقدر تسيطر عليها، حتى لو هتخلي في ملعبك جمهور الفريق فقط. يعني عندنا ساعات نلعب بكده، يعني ممكن تخلي لما مثلا الماتش بتاعنا الاهلي يبقى جمهور الاهلي اللي موجود مثلا 5000 او اي رقم انت هتتفق عليه، يعني او تكون هناك اليات وضوابط وقوانين تنظم وتحكم هذا المسير. لكن هناك وعود كبيره ان الجمهور هيرجع بشكل كبير جدا، لا سيما وان احنا يعني في تجارب كثيره جدا حصلت في السنوات الاخيره في ماتشات النادي الاهلي وماتشات نادي الزمالك الافريقيه، لما شفنا الزمالك في نهائي الافريقيه، لما شفنا الاهلي في نهائي افريقيا، لما شفنا الاهلي في الكونفدراليه اللي فاز بيها الهدف اللي سجله عماد متعب، لما شفنا منتخب مصر كل ماتشاته بهذا الشكل، شفنا منتخب ماتش الكونغو الاخير لو الملعب بيسع 200000 كنت هتلاقي 200000. والدنيا الحمد لله بتمر بشكل جيد وشكل امن. فنتمنى ان يكون في تفكير كبير جدا في حل مشكله الجمهور، لان الحقيقه الواحد مثلا لما بيتفرج مثلا النهارده على ماتش في الدوري الانجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي في الانفيلد، يعني حاجه مبهره يعني طبعا. ناس رايحه تستمتع، وناس كبيره وستات واولاد وشياكه، وناس قاعده كانهم قاعدين يتفرجوا على مسرحيه يعني عظيمه كده لشكسبير مثلا ولا فده نماذج من التحضر. ان الجمهور بالملعب ده الجمهور الحقيقه بيبقى حاجه سيئه جدا يعني. فان شاء الله تنتهي هذه المشكله تماما، والامر يبقى جيد وامر مميز يا رب ان شاء الله، والكره المصريه تستعيد عافيتها، لا سيما واننا مقبلين على حدث مهم جدا في 2018 وهو تواجدنا في مونديال روسيا. اعتقد ان الجمهور هيكون دافع كبير جدا لكل اللعيبه على المونديال يا استاذ محمد، ولكن قبل ما نروح يعني عايز اخلص جزئيه النادي الاهلي. اللعيبه اللي لفتوا نظرك السنه دي في ادائهم كمان زي فين؟ في مصر؟ لا في النادي الاهلي يعني بالنسبه لمشواره حتى في الدوري حتى الان. لا النادي الاهلي يعني النادي الاهلي دايما يعني في نادي بيعتمد على الجماعيه بشكل كبير جدا يعني في اداء وفي مجموعه. طبعا عندك طبعا عبد الله السعيد واحد من اميز وامهر اللاعبين المؤثرين جدا ليس في النادي الاهلي فقط بل في منتخب مصر يعني انت لما تلاقي المنتخب كله مجموعه من المحترفين وعدد وضمنهم واحد عبد الله السعيد او 3 أو 4 5 لعيبه من النادي الاهلي ومن نادي الزمالك فدي حاجه مميزه جدا. عندك احمد فتحي من اللعيبه الرجاله المميزه جدا اللعيبه اللي دايما ليها بصمه يعني في منتخب افريقيا لما في هذه المرحله السنيه وفي منتخب افريقيا اللي بيضم اعظم المحترفين الافارقه على مستوى العالم يعني فدي حاجه عظيمه جدا بالنسبه لاحمد فتحي. يعني لما تلاقي عندك حد محترف جدا زي معلول من الناس الكويسه جدا المميزه اللي لفتت نظر الواحد واعتقد ان معلول يعني حتى الان انا شايف ما اعطاش مثلا يعني مثلا 70% 60% من المستوى اللي كان بيدي فيه مع قبل ما يجي النادي الاهلي كان مميز جدا في تونس ومميز جدا في منتخب تونس وبنشوفه مع المنتخب التونسي يعني مستوى اعلى كتير جدا من مستوى مع النادي الاهلي. اعتقد لو استغل بشكل كويس جدا من اللاعبين المميزين اللاعبين اللي ليهم بصمه يعني الاجانب مش يعني اجاي الراجل بيحاول وبيجتهد ومن اللعيبه الكويسه بشكل كبير من الرباعي الاجنبي الصراحه يعني اعتقد ان هم لسه باكا بس اللي ما استفادش منه ماشي يعني بس يعني انا بقول لك يعني جاي بيتحرك الراجل بشكل كويس جدا بيلعب بشكل كويس جدا يعني بس برضه لسه يعني ما اداكش برضه الكتير. لكن انا بقول لك على يعني ابرز اللعيبه اللي في النادي يعتبر عبد الله السعيد احمد فتحي معلول من الناس الكويسه المميزه يعني اللي ليها بصمه كبيره جدا. طبعا عندك حسام عاشور يعني ده عمود في النادي الاهلي كبير جدا وحتى الان يمكن بدا يطلع السوليه يظهر كبديل يعني يشيل معاه شويه لكن ما فيش بديل كامل لحسام عاشور في النادي الاهلي. اعتقد هشام محمد وانا بس لسه طبعا ما دخلش الاصابه المرتين دي برضه يعني هشام جاي وعمال يصاب حتى الصفقات الجديده الاهلي ما تستفادش منها بشكل كبير جدا. كل اللي اكرم توفيق ما هو من اللعيبه المميزه برضه ما استفادش بيه. ميدو جابر جبته ما استفادش بيه. عمرو بركات اعتقد دي في طبعا دي كلها حاجات متعرضه للظروف والمدير الفني هو في النهايه له القرار اللي يستطيع ان يلعب بيه لاعب او ما يلعبوش لكن يبقى في النهايه ده فرقه النادي الاهلي ودرويه المدرب وفي النهايه الاهلي في كل الاحوال بيحقق اهدافه باي مجموعه مع اللاعبين. يعني هاخدك بقى لمنتخبنا الوطني واخيرا منتخبنا الوطني قادر منتخبنا يا استاذ محمد خلال تواجده في كاس العالم نعدي المرحله الاولى؟ والله هو احنا من ساعه ما خلصنا المونديال واحنا واقفين كنا نتمنى ان المنتخب يلعب اكتر من ماتش يبقى يعني بدايه يعني المفروض من بدايه من يناير يعني على الاقل لغايه موعد كاس العالم او قبل كاس العالم باسبوع يكون عندك ماتشات. احنا لغايه دلوقتي ما لعبناش ماتش في ماتشين متفقين عليهم في البرتغال وفي طبعا اعتقد اليونان اتفقوا عليها بديل لبلغاريا مثلا او مش عارف مين اعتذر ان هي الامور مش مستقره. الماتشات الوديه بالنسبه للمنتخب حتى الان ليس معانا قبل كاس العالم سوى ماتشين فقط لا غير اللي ما يتلعبوا في شهر مارس على الترتيب في سويسرا. يعني الواحد يتمنى ان انا عشان اقول ان انا هبقى كويس يعني العب لي 5 6 ماتشات على الاقل على الاقل. يعني الكابتن الجوهري الله يرحمه لما ساعدنا المونديال لعب باكتر من حوالي 50 ماتش يعني الراجل عمل وقف الدوري. احنا مش عايزين الدوري يقف. لا الدوري يعني ما ينفعش يقف واصلا انت يعني ما عندكش حتى من الدوري اصلا ما فيش غير 5 6 من الاهلي و5 6 من الزمالك اصلا يعني ما وكل فرق الدوري خارج المنتخب. يعني الواحد صحيح يتمنى ان يستفيدوا بالمجموعه اللاعبين اللي موجودين ايا كان لان الدوري المفروض بيفرز عناصر كويسه لكن هو كوبر معتمد على بفكره بدرجه كبيره جدا على المحترفين. صحيح. يعني هو الراجل يعني مركز جامد جدا على المحترفين بيعتبر ان اي لاعب مصري محترف في اي مسابقه بيلعب فبيكون جاهز بدنيا وفنيا اكثر من الدوري المصري حتى لو هو كده. دي رؤيته ودي قناعته وفي النهايه هو حقق هذا برؤيته وحصد عن جداره لقب افضل مدرب في افريقيا في 2017. انا شايف ان هو ما عندوش انزعاج يعني شايف ان هو عنده طموح ان هو يتخطى دور ال 16 يعني لكن هي مساله صعبه هي مساله صعبه بالنسبه وانت لسه استعدادك ممكن يبقى اقل من الفرق الثانيه يعني. ما بقول لك هو الاستعداد اقل يعني بس لكن انت في مجموعه من البعض يعني هشوف البعض بيقول لك مجموعه سهله. المجموعه بتاعتنا مش سهله على الاطلاق. انت هتواجه روسيا اللي هو صاحب الارض والجمهور في اول ماتش بالنسبه لك. بعد كده عندك اوروجواي من المدارس الكرويه المهمه جدا من الكره اللاتينيه من الكره اللي عندها لياقه بدنيه وعندها لياقه فنيه وعندها لياقه ذهنيه ورجوم الفرق الثقيله جدا يعني فيبقى لك ماتش وهو عندك فيها اعظم مهاجم في العالم يعني واخد بالك يبقى لك ماتش السعوديه بينك وبينهم يعني. لكن في النهايه انت محتاج جهد كبير جدا محتاج تركيز كبير جدا علشان توصل لمرحله كويسه وتأدي بشكل كويس. الحمد لله دلوقتي بقى عندنا لاعبين يعطوك ثقه في انك انت تقدر تعمل حاجه. طبعا وعلى راسهم نجمنا الكبير محمد صلاح النهارده الحمد لله بيحرز الهدف ويتساوى مع هاري كين في هداف الدوري، كان متقدم عليه بهدف، كان ممكن النهارده يجيب اكتر. الاصابه برضه كان ممكن الامور تزيد والله. والله دي يعني ان شاء الله، لكن طبعا حاجه عظيمه جدا ان عندك لاعب بهذا الحجم وماشي مع اعظم هدافي العالم، بقى ليه سمعه عالميه كويسه. لكن محمد صلاح لوحده يعني لن يحمل المنتخب على عاتقه في المونديال، محتاجين رمضان صبحي يتحرك وان شاء الله ماشي بشكل جيد جدا. تريزيجيه، كل النجوم اللي موجودين بره اعتقد ان هيكون لهم دور كبير جدا في المرحله. ما اعرفش واحنا بنتكلم عن صلاح كده، انا بقول لو كان بدري شويه صلاح بالمستوى ده كان ممكن دخل في احسن لاعب في العالم. مش عايزين نبقى مبالغين. لا انا نفسي طبعا احنا عندنا امل كبير في اللعيب ده، احنا نتمنى هذا، وما هو ده جاي السنه الجايه ان شاء الله. يعني ان شاء الله لما يوصل بينا لنصف نهائي المونديال ده هيبقى حاجه جميله يا رب. والله الواحد نتمنى ان احنا ياخدنا للمراحل البعيده يعني، ونشوف كذا واحد بقى صلاح. انا عندي قناعات يعني انا بقول لك ان لاعب واحد ما يقدرش يصنع الفرق، لكن ممكن مهاره لاعب تحسب لك ماتشات كتير جدا. صحيح. يعني لما شفنا مارادونا كان قدر يشيل فرقه الارجنتين، ميسي مش قادر، مع ان لو بصيت على يعني ده لاعب عنده قدرات خارقه وده لاعب عنده قدرات خارقه يعني. لكن في بعض الاوقات ممكن لاعب يصنع الفارق، لاعب واحد يصنع الفارق. اتمنى ان اللاعب ده يكون محمد صلاح، بس اللعيبه تساعده يعني، الناس تأدي بشكل كويس جدا في الدفاع وفي الوسط، وتبقى حاجه مميزه جدا ان شاء الله، لان ده حدث احنا بنوصل له بعد غياب 28 سنه يعني. صحيح. يا عالم هنوصل له امتى تاني؟ لا على طول ان شاء الله. نورتني شرفتني يا استاذ محمد، استمتعت بحضرتك والله. ربنا يخليك يا منور قناه الاهلي يعني بعد الغياب اللي ربنا يخليك يا كابتن، وانا فخور وسعيد جدا ان انا موجود في قناه الاهلي، ويا رب دايما متقدمه ومتطوره يا رب باذن الله، وكل التوفيق للنادي الاهلي وكل التهاني لجمهوره العريق والكبير بهذه البطوله المميزه السوبر ثلاثيه العام. تحيه للنادي الاهلي وجمهوره. شكرا يا استاذ محمد، نورت شرفت. ان شاء الله بعد الفاصل هيكون معايا كابتن مدحت فقوسه نجم الاهلي والمصري السابق، يمكن اكيد هنستمتع بقى بالسهره من خلال وجود نجم كبير زي كابتن مدحت، واحد من المدربين بقى اللي دمهم خفيف كمان. هنضحك وهننبسط وهنستمتع بكابتن مدحت فقوسه في وجوده في قناه الاهلي لاول مره.